تفضلوا على الأرض، تحركوا وسنستقبلكم استقبال رائع. فأنا أقول السياسة السعودية ناجحة. ما بين انزلوا على الأرض والسياسة السعودية ناجحة، إنجازات أجبرت المخلوع صالح على تغيير مواقفه والحديث علنا حول بني حشيش بصفتها القلعة الأخيرة في حائط الصد عن السلطة التي استولى عليها ليمنحها أعداء الجمهورية من الإماميين الجدد. ذلك كان خلاصة ومغزى لقاء المخلوع بعدد من أبناء هذه المديرية الواقعة على تخوم العاصمة صنعاء من الناحية الشرقية، وجلهم من الموظفين أو من الذين عملوا ولا يزالون في أجهزته الأمنية والعسكرية. لا شيء أكثر أهمية في كلمة المخلوع من هذه الحقيقة التي صدرت عن وضع يائس وقلق ومدرك للخطر المحدق به وبآماله المتشبثة بالسلطة رغم فوات الأوان. مستعدين للحوار مع السعودية تتحاور مع صنعاء. من تحت قبو سري في العاصمة صنعاء أطل صالح مجددا ليكرر نفس الاسطوانة المشروخة من محاولة استجداء الحوار مع المملكة إلى المراوغة بشأن عدم علاقته بإيران، لكنه هذه المرة أقر بوجود الحكومة في عدن وأغرق في الحديث عن المرتبات التي يستلمها الجيش الوطني في مقابل عجزه وعجز حلفائه الحوثيين عن دفع المرتبات للمتورطين معهم في مشروع الانقلاب. كلمة كشفت عن ضلوع المخلوع في مهمة إغراق اليمن في دوامة العنف والدم وإصراره حتى اللحظة على التمسك بمشروع الحرب ودوره الجوهري في استدامة المعركة، دور أضاءت عليه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي وصمت في تقرير لها المخلوع صالح بالديكتاتور والأبي الروحي للفوضى في اليمن، والعقبة الأكبر في وجه الجهود الأمريكية للتوسط لإحلال السلام والسبب في تراجع جهود الحرب ضد فرع تنظيم القاعدة. استنزف الحوثيون مديرية بني حشيش في معاركهم السابقة ضد الدولة وفي معاركهم الحالية ضد اليمنيين، وها هو صالح يستحث ما تبقى من أبنائها للدفاع عن مغامرته السلطوية. أنتم بنيتوا بني حشيش لا تفتش، بنيتوا فيها البدالة الجميلة، وبنيتوا فيها النصور الرائعة، وبنيتوا فيها كل شيء. حافظوا عليها وحافظوا على أمن واستقرار مديرية بني حشيش. هي البيوت إذن، من يستحق أن يسكب أبناء بني حشيش ما بقي لديهم من دم دفاعا عنها وعن السلطة الساكنة في مخيلة المخلوع ولا تريد أن تبارحها أبدا.